تشارك 4 دول عربية إلى جانب 28 دولة أخرى في مناورات نسيم البحر البحرية التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالبحر الأسود بصفة مشارك أو مراقب، وستشارك في هذه المناورات البحرية التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997 32 دولة من بينهم مصر والإمارات وتونس والمغرب. ويشارك في هذه المناورات البحرية التي أطلق عليها اسم نسيم البحر 5000 عسكري إضافة إلى 32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوس. قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم أعفاء شامل من الديون للسودان، وأضاف أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر من 992 من حقوق السحب الخاصة تعادل 1.415 مليار دولار في صورة تمويل سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.